يعني مر أكثر من 3 ساعات على فتح اللجان لأبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، لكن يعني منذ هذا الوقت والإقبال ما زال ضعيف هنا في الإسكندرية، في يعني أغلب أو في كل اللجان هنا في الدائرة التي أقف فيها وهي الدائرة الثانية والتي تضم منافسة شرسة ما بين طارق طلعت مصطفى وهو رجل الأعمال والذي كان ينتمي للحزب الوطني المنحل، وأيضا المستشار محمود الخضيري وهو عضو في حزب الحرية والعدالة. يعني المفروض أن تكون المنافسة شرسة، ولكن رغم ذلك الإقبال ضعيف هنا في الاقتراع على هذه الانتخابات. رغم ذلك يعني مع مرور الوقت زادت أعداد الناخبين، ولكن ما زالت الأعداد قليلة جدا بالمقارنة بالمرحلة الأولى. لاحظنا أيضا أن هناك يعني نوعية معينة للناخبين الذين يقومون بالإدلاء بأصواتهم وهم كبار السن والأميين، يعني أغلب الذين يأتون للإدلاء بأصواتهم هم كبار سن وأميين، ولا نجد عنصر الشباب إلا نادرا وقليلا جدا هنا. أيضا لاحظت بعض الانتهاكات أمام هذه اللجنة، هناك يعني من يقوم بتوزيع الأوراق الدعاية أمام اللجان ومحاولة الضغط على الناخبين لاختيار مرشحهم. أيضا هناك يعني أكشاك لحزب الحرية والعدالة يقوم بتعريف الناخبين بأماكن لجانهم وأيضا الدعاية لأحزابهم. أيضا سمعنا من بعض الصحفيين الزملاء لنا هنا في الإسكندرية أن هناك في بعض اللجان مثل لجنة الحسناء بسموحة هناك تصويت جماعي لصالح مرشح الحزب الوطني وهو طارق طلعت مصطفى رجل الأعمال المعروف، وأيضا يتم تجميع الفقراء في بعض المناطق للإدلاء بأصواتهم مقابل يعني مقابل مساعدات مادية أمام يعني هذا الطلب. أيضا يعني كان هناك لنا يعني أسئلة ومحاولات للاستفسار عن يعني أسباب هذا الضعف للإقبال من جانب الناخبين، فقيل لنا أنه ربما يكون لأن يعني السبب أن هناك يعني هذه هي اللجان فردية ولا يوجد أيضا ولا يوجد أي قوائم انتخابية، وبالتالي دائما يكون القوائم الأحزاب يكون لها ضغط أكبر من جانب الناخبين. بالنسبة أيضا أن الناخبين قد يكونوا قد علموا ولهم واكتسبوا خبرة من الانتخابات السابقة وهم لن يأتوا في الصباح ولن يأتوا في الوقت المبكر، وربما هم يؤخرون مجيئهم على أساس أن في المرة الأولى كان هناك ضغط كبير من جانب الناخبين للحضور في الساعات الأولى من الانتخابات. تمام، شكرا جدا ليك محمد البولوك يعني زميلنا في أنطة.